غير مكياج ومن غير اي حاجه. دي بنت بيور يعني، هي بص بقى العامله شفايفها اجمل والذ واطيب بنات العالم، متواضعين ومش نكديين، جمالهم رباني، لا ليهم في التجميل ولا البوتوكس ولا الفيلر، والرياضه زي الميه والهواء بالنسبه لهم. حتى العواجيز في قمة تألقهم وحيويتهم، البنات الروسيات بيحبوا العرب جدا ويحبوا يتجوزوا منهم، وشايفين ان رجالة العرب احسن رجالة العالم. حجاجوفيتش بالصوت والصورة ورى الشباب العربي على الطبيعة اشكال البنات الروسيات، وكشف عن سر حبهم للعرب. مجرد ما يتقال روسيا بيجي في بالنا على طول جمال بناتها الطبيعي الرباني، ومفيش حد يقدر ينكر ده، وحتى البنات العربيات بيبصموا بالعشرة على جمالهم، والحلوة يقولوا لها يا حلوة في عيونها، وعلشان كده الكل بينبهر من جمال البنات الروسيات. حجاجوفيتش جاب من الآخر ونزل يتمشى في شوارع روسيا، وبقى يصور عشوائي أي بنت تيجي قدامه. الحقيقة كلهم كانوا مختلفات ومتشابهات في نفس الوقت، متشابهات إنهم جميلات وبشكل طبيعي، مجرد غسلت وشها وخرجت لا ميك اب ولا طبقات كتير على وشها، ومختلفين في جمالهم كمان، كل واحدة ليها جمال خاص بيها، ولا مقلدة حد ولا ماشية على موضة، وعايشين كل سن بحلاوته، اللي شعرها برتقاني بالفطرة، واللي شعرها أصفر، واللي أبيض. وهو ماشي قابل البنت اللي نايمة ومسترخية في الشارع، وقرر إنه يصحيها ويخضها، ولكن هي ما اتضايقتش، بالعكس قعدت جنبها ورحبت جدا بيه، وبقت تتكلم معاه وترد عليه، ولما سألها عن اسمها قالت له داشا. بوسط كل البنات اللي صورهم حجاجوفيتش، صور كمان صديقته اللي يعرفها من أكتر من 13 سنة، وقال إن مفيش في بساطتها، متجوزة وعندها بنتين. كلهم كانوا لزاز في رد فعلهم، وكانوا متفاعلين معاه بطريقة كبيرة، وحتى اللي مش بيتكلموا انجليزي كانوا بيحاولوا يردوا عليه باللي يعرفوا يقولوه. دخلاته عليهم كانت مفاجأة، ولو بنت عربية هترفض النوع ده من المجاملات وانهم يتصوروا مع حد غريب حتى لو مصري، ولكن هو لاحظ التفاعل معاهم والترحيب منهم له. حجاجوفيتش لقط بالكاميرا البنت المستعجلة اللي بتمد في خطوتها كتير، ورغم انه باين انها وراها حاجة، ولكن وقفت واتكلمت معاه، وكانت بتتكلم فرنساوي، وهو عرف يلغيها شوية ببعض الكلمات، وقال انه اول مرة يشوف بنت روسية بتتكلم فرنساوي. ما اكتفاش بالشارع وقرر يدخل الكنائس كمان ويصور البنات والستات وظهروا وهم مغطيين شعرهم، وقال انهم الروسيات المتدينات بيدخلوا الكنائس بالاطلالة دي. لما راح يقابل بنت روسية ومتأخر عليها، اتفاجئ انها مش متضايقة ولا ضربة بوز، بالعكس جايباله عصير واكل. حجاجوفيتش قال ياريت كل بنات العالم يتعلموا من الروسيات ازاي يكسبوا قلب الرجالة. رأيكوا ايه في اللي قاله حجاجوفيتش؟ وهل فعلا البنات الروسيات احلى بنات العالم؟ وانت كمصري توافق تتجوز روسية، ولا مفيش بعض المصرية بنت بلدك؟